السودانات الجديدة من فيروس كورونا هي أكثر ما يقلق الناس والعلماء على حد سواء حاليا، بل ويعيد شبح الفيروس إلى بداياته، خاصة مع الترقب الحاصل بشأن فعالية اللقاحات الجديدة مع هذه السلالات. كبير خبراء الأوبئة المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي وفي لقاء صحفي أمس حذر من انتشار هذه الطفرات، لتصدر اسمه من جديد مواقع التواصل الاجتماعي طارحا مجموعة حلول لتفادي كارثة صحية في المستقبل. أحد هذه الحلول وأبرزها هو الإسراع في نشر اللقاحات، التلقيح إذن على نطاق واسع، أي إعطاء اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الناس وفي أسرع وقت. ومن جانب آخر قال بأنه يتم العمل على تطوير لقاحات تكون جاهزة لمحاربة هذه الطفرات المستجدة. ذكر فاوتشي أيضا بشأن الطفرات التي ظهرت في جنوب أفريقيا، إذ وصفها بالأكثر إثارة للقلق. The one that hasn't happened yet, Steve. I don't mean to be facetious. We know about the South African one. We actually have the capability of responding to it with upgrading vaccine. There is one that has been dominant in the UK. We even have a version of our own mutant in California, in Los Angeles. This virus, which is an RNA virus, and RNA viruses tend to mutate readily. Not every mutation has a functional consequence, but some do, either by making it more transmissible, by making the virus more virulent, or by evading the vaccines. So what we have to do, when you ask me what keeps me up at night, is having a situation where we have a mutant that really escapes everything. I don't think that's the case, because our technology is such that you could always make a vaccine pretty quickly. هذه كانت مقتطفات من حديث فاوتشي الذي أدلى بتصريحات غاية في الأهمية وأثارت تفاعلا واسعا عبر السوشيال ميديا. نقرأ أبرز هذه التعليقات ونبدأ مع مصطفى الذي كتب: دكتور أنتوني فاوتشي الخبير في الأمراض المعدية يقول بأن سلسلة كورونا الجديدة التي ظهرت من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل راح تتفوق بعدد الحالات عن كورونا الحالية. هذه أحد التغريدات والتحليلات لما قاله فاوتشي. أما تيسير فقال: كيف سيتم تطوير اللقاح ونحن قد أخذناه بالفعل؟ هل سنأخذ لقاح آخر يعني مناسب للطفرات الجديدة؟ وهذا السؤال يطرحه الكثيرون ممن تلقوا اللقاحات. تعليق آخر من ماجدة والتي غردت قائلة: الله يستر من اللي جاي. وفعلا هذا الخوف يتفشى مع كل هذه التصريحات المتصلة وذهاب عدد من الدول إلى الإغلاق من جديد. ينضم إلينا مباشرة من بيروت الإخصائي في الأمراض الجرثومية والمعدية دكتور جيلبير حلو. دكتور حلو، أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية. بين هذا الموت يعني الذي يخطف بشكل يومي في مختلف أنحاء العالم وبين السباق مع اللقاحات، ماذا تعني هذه الطفرات طبيا أو موجات جديدة من كورونا مختلفة عن الموجة السابقة؟ بداية بحب أتشكرك على الاستضافة الكريمة. هلأ الطفرات الجديدة، نحن اليوم ضمن فيروس RNA، بتعرف الفيروس في RNA وفي DNA، بس تكون أنت ضمن RNA فيروس كنا متوقعين من البداية أنه يصير في تحور. لحديت اليوم التحور اللي عم يحصل واللي بسهولة جنوب أفريقيا هو تحور عم بيخلي الفيروس يكون إذا فينا نقول ترانسميسبل أكتر، يعني معدي بشكل أكتر، بالإضافة للطفرة الجديدة ببريطانيا، وفي طفرة كمان بالبرازيل، وفي ظهور طفرة حاليا بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. لحديت هلأ الطفرات الموجودة، نحن اللي نقدر نقوله أنه كلقاح، اللقاحات الموجودة لحديت هلأ إن كان فايزر أو موديرنا بيشتغلوا لحديت اليوم على الطفرة، يمكن بنسبة أقل، إنما كيف تقرأ يعني في ضوء هذا الواقع الذي وصفته دكتور جيلبير، كيف تقرأ تصريحات فاوتشي والمتصلة بالسرعة اليوم في اللقاحات وربما الذهاب من جديد إلى أغلاق؟ ولم يقلها صراحة، ولكن عدد الدول تذهب اليوم في أوروبا إلى أغلاق جزئي وإلى منع تجول، وهذا ما يحصل الآن في بيروت أيضا. شخصيا أنا بضم صوتي لصوته. اليوم حلك الأول والأخير هو تلقيح أكبر عدد ممكن بأسرع وقت ممكن،
مش مهم بس تلقح أعداد، إنما الوقت كتير مهم. بس تكون عم تحكي بفيروس مثل كوفيد 19 ما فيك تاخذ سنتين لتلقح، إذا عندك وقت طويل للتلقيح بدك تضم معه الإغلاق التام، التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات إلى آخره، لأنه الفيروس اليوم في نقطة كتير مهمة، الفيروس ليتحور أو ليعمل ميوتيشن بده يتكاتر، ما في يتحول بلا ما يتكاتر، يعني بده يتنقل من شخص لشخص ويتكاتر من شخص لشخص أو ضمن نفس الكائن البشري ليقدر يتحول. من هيك إذا بتضم الإقفال العام أو 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 اللوك داون مع تلقيح سريع، وبرجع بركز لعدد كبير، مش بس بدك عدد كبير بوقت قصير حتى تقدر تخلص من هالمشكلة الكبيرة. طيب نذهب الآن ربما إلى الإجراءات التي كانت تحدث عنها فاوتشي قبل أشهر. هو يعني كان تحدث عن مضاعفة أعداد الأسرة، تحدث أيضا عن استقبال العدد الأكبر. ألا يجب أن أيضا أن تسير بالتوازي، كون يعني الإصابات والإصابات الخطرة لم تنتهي ولم تتوقف بعد في أي منطقة من العالم، هنالك في عدد من الدول تراجع للأرقام فقط. طبعا الاماكن اللي فيها زياده ارقام وبعد ما وصلنا لشيء بنسميه بلاتو او وصلنا للكيرف، يعني المنحى الوبائي، اذا بعد ما وصل على الاخر بعده عم يطلع صعودا، طبعا لازم يزيدوا عدد الاسره، خصوصا انه اليوم انا اتوقع شخصيا انه السلالات الجديده هي تكون الطاغيه على السلاله القديمه. يعني اليوم بدهم يتوقعوا بالبلدان اللي فيها السلالة الجديدة انه هاي السلالة الجديدة تاخذ محل السلالة القديمة، لسبب بسيط انه السلالة القديمة الاشخاص اللي اخذوها عملوا نوع من المناعة عليها ما بقى يلقطوها، انما السلالة الجديدة هي اللي عم تاخذ مكان، خصوصا انه نحن ما عندنا بعد لقاحات لاعداد كافية. من هون ضرورة طبعا الاهتمام ب يمكن اكثر من كمان زياده العدد الاسري، يمكن مرتين ضعفين او ثلاثه اضعاف، حتى لبين ما تصير عندنا نوع من المناعه المجتمعيه. اشكرك جزيل الشكر الاختصاصي في الامراض الجرثوميه والمعديه دكتور جيلبير حلو، كنت معنا مباشره من بيروت.